السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وراحة بال وأمن وأمان وطمأنينة مالية قلبكم ومالية حياتكم إن شاء الله. عاوزة بداية الفيديو دعوة من قلب الأمي بالرحمة والمغفرة، ويا رب يجعل كل أم عايشة معاكم يا رب يجعلها تاج على راسكم ويديها الصحة ويديها العافية يا رب، ويمدها بالصحة والعافية ويخليها لكم يا رب، وما يقهر قلب أي بنوتة على أمها، لأن فراق الأم هو أصعب فراق هتشوفه في حياتكم. هتفرقي حبيب، هتفرقي صديقة، هتفرقي صديق، هتفرقي لتفرقي كلكم وفراق الأمكم. طيب يلا، إذا أول مرة تشوفي صفحتي أتمنى تنضمي معايا، وكمان إذا أول مرة تشوفي قناتي على اليوتيوب تشتركي معايا من أسفل الفيديو وفعلوا الجرس واختاروا كلمة الكل وتعالوا معايا. النهارده هنعمل حاجات كتير، هنعمل الحلوه اللي شفتوها دي رافاييلو، كانت حلوه امي الله يرحمها. طبعا عملتها معاكم كتير جدا 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 في القناه، بس بما ان النهارده عملتها برده شاركتها معاكم. وهنعمل كريم كراميل واوريكم ازاي بحب اعمله، برده عملته قبل كده بس مشاركه معاكم في روتين. هنعمل مع بعض اليميش، وهنعمل مع بعض صينيه دجاج تحفه، هنعمل مع بعض اكل حلو. تعالوا مع بعض نشوف. ما تنسوش تكتبولي تعليق، يلا بسرعة انزلوا اكتبولي دلوقتي تعليق استغفروا فيه او اذكروا الله، اكتبولي تعليق يعني حلو عشان انا اشوفه ان شاء الله بإذن الله، وكمان الفيديو يترفع كده. اول حاجة بدأت فيها اليميش. انتوا عارفين انه اليميش او الخشاف معنى اصح بياخد وقت شوية عشان يدوب، بس انا عندي لو النوع ده التركي اللي انا حبيت اوريه لكم علشان ده مش بياخد وقت كتير، يعني ساعة ديله ساعة واحدة بيبقى تحفة. نقعته هنا خلاص وركنته، بدأت أعمل شوية تقديمات. النهاردة فكرت أعمل أحمر روبيان اللي هو الدانا ده، خطير يا بنات، تحفة تحفة. هحط لكم دلوقتي الباكيت بتاعه، طعمه جميل وتحسي كأن هو فريش أصلا. دانا معروف، تعرفين دانا كأن جايبة روبيان فريش من محل السمك وتبلتيه وحمرتيه، ونفس اللون البرتقالي من داخل، والقطمه بتاعته الفريش والخطوط بتاعه الخيوط اللي بتشد بتاعت روبيان، وطبيعي صراحه رهيب رهيب رهيب. بدات احمر شويه منه واحط جنبه ميكس كده من الصوص، بحب اعمله الصوص ده، جربوه كده يا بنات في كل حاجه، مع البوتيتا كرات البوتيتا المقرمشه، الكبه، سمبوسة، اي حاجه، تشيكن بانيه، ستريبس، اعملوه ميكس ما بين الثلاثه دول، مايونيز، كاتشب، باربيكيو، مستردة. هي دي كرتونة الدانة اللي بقول لكم عليه، منتج كويتي وطبيعي رهيب 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 فعلا. هنا بقى كنت بعمل كنت عاملة كنافة، هنزلها في حلقة لوحدها، بس حبيت اوريكم انا هنا كنت بحب احمصها ازاي. انا بحب احمصها بالطريقة دي، بحطها في صينية وافتحها كده وادخلها الفرن تتحمص. دي كنافة من محل بتاع اللي بيبيعوا الخبز والحاجات دي، تمام؟ بس مش البسملة، لا البسملة أحلى بنات. طيب عديت كده بقى، كنت أنا رايحة النهاردة مكتبي كان عندي شغل، وأنا راجعة عديت جبت بقى جبت سمبوسة وبوتيتا وكبة اللي هي الحاجات اللي هي بتاعة المطعم الهندي، وكان محتاجة جبنة كيري عشان خلصت، وسمبوسة الميني. عاوز اقول لكم ان انا بستهلك كمية كيري وسمبوسة من سويس دي بشكل طبيعي، يعني المفروض هما يعني فتحت مصنع في بيتي يا جماعة، فتحت مصنع المفروض يديني الحاجة دي ببلاش، اخش الجمعية كده انت ومع عبد الله استنى نديك الحاجة دي ببلاش. جبت بقى جبت دي عشان انا كنت بعاني في تسوية الكريب في الطابة، كريب خبز الصاج، سندوتشات الشاورما، ده احنا هعمل معاكم بلاوي على البتاعه دي تحفه، واخدها من سيتي ستارز ب6 دنانير، سعرها حلو قوي وطعمها ومتينه وحلوه. وجبت دي للخبز لان عندي يعني محتاجه صواني الخبز، لان بعمل حاجه العيد كحك وغريبه وحاجات من دي، عشان انتوا عارفين انا ما كنتش هعمل عشان ماما الله يرحمها، بس قررت اعمل واوزعها على روح امي باذن الله. بجيت بقى اعمل الحلوه اللي وانا بعملها ممكن تقولوا ان انا عيطت وانهارت وانا بعملها بدموعيني عماله تنزل، لان دي كانت حلوه ماما. انا بحب التانيه اللي هي الروشين،
بس دي كانت حلوة ماما، ولما كانت اعملها سادة تقول لي لا حطي لي فيها لوز، انا بحبها باللوز، واللوز حمصيهولي. الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها يا رب، الله يرحمها ويغفر لها. المهم حطيت كوبايتين جوز هند، وحطيت على كوبايتين جوز هند ايه، نص علبة من الحليب المكثف، ومعلقة كبيرة من القشطة الجمر علشان تخفف الحلاوة. بس بثلاث مكونات هتعملي احلى حلا بالدنيا، متماسكه وجميله. تقدر تعمليها بالفورمه او تعمليها زي كده اللي انت تشيليها وتكوريها، تمام؟ بس طبعا بالتكويره احلى من الفورمه. بعد ما خلصتها حطيتها في طبق التقديم، وعليها رشه من الايه، من المكثف كده، وبتبقى حلوه، حلوه قوي يا بنات، حلوه مع القهوه العربيه في التقديمات. ودخلتها التلاجة لغايه وقت الفطار، طلعتها على التقديمات عشان تفضل متماسكه وحلوه. هقول لكم دلوقتي جوز الهند اللي انا استعملته، ماشي؟ علشان تجيبوه الجوز الهند ده مش طبيعي، هوري لكم حالا في اخر الفيديو. عندي هنا بقى الدجاج بتاعتي، ده الدجاج انا بجيبه واحطه في الفريزر واطلع وقت ما عاوز استعمل. ده دجاج اليوم، انضف دجاج في الدنيا كلها، باكله كاني باكل دجاج بلدي، دجاج مصري. عارفين انتوا الدجاج المصري الجميل اللي احنا بنبقى بنتخانق عليه هنا ومش عارفين نحصله؟ الدجاج ده والله احلى منه، انضف منه كمان، اجمل منه بكتير كمان. انا ارتحت له، حتى ماما الله يرحمها ما كانتش تحب الدجاجات والحاجات دي، بس اول ما جبت لها ده قالت لي ده تحفه، حلوه قوي قوي. المهم ده طبعا ده فريش طازه واغلى من بتاع المحل اصلا. جبته سلقته، قطعته اربع ارباع، غسلته كويس جدا، المحلول بتاعه رجعوا له يا بنات، شوفوه تحفه 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 المحلول بعمله له، هقوله لكم برده دلوقتي تاني. والمهم نقعته وغسلته وسلقته سلقه العاديه خالص. بعد كده عندي انا الشوربه بتاعته، وعندي بوتيتا، وعندي فلفل، وعندي توم وبصل، وازازه من الكاتشب، وزيت زيتون، وصلصه، ومستردة. هي دي المقادير اللي انا ايه هستهلكها في الاكله دي، تمام؟ الاكله دي تحفه وليها قصه معايا. الاكله دي ما بيعملوهاش غير خواتي الاثنين، ام محمد وام روان، الاثنين دول هما المعروفين بيها، واكتر واحده كانت ام روان، وانا كنت احبها واموت فيها. تقول لي مش هقول لك على الطريقه، لما انت بيها، هي اختي من امي، اختي كوتيه من امي، لما انت بينها انا اسويها ليكي، ومستحيل كانت تقول لي الطريقه. بس واشجان اتعلمتها منها، اختي ام محمد اتعلمتها منها وبقت تعملها لي برضو، بس كانت تحفه. بس اختي بقى ام محمد هي الفتنه اللي وقعت السر، اختي دي يعني ربنا يحفظها يا رب ويخليها لاولادها يا رب، دعوه دعوه حلوه من قلب. دي بقى هي اللي قالت لي على الطريقه، وايه وكانت بصراحه تعملها لي، تتصل عليا رنون انا عملت لك كل سنه اللي تحبيها. فيعني بصراحه الصينيه دي برضو النهارده كان يوم العياط، العياط العالمي. الاكله دي برضو ليها بصمه وطابع خاص في قلبي. بس وكمان اختي ام محمد كانت تعملها في بيتها بصراحه، لا تديني اختي دي يعني ربنا يحفظها حبيبتي ويخليها لاولادها. هنا حطيت زيت زيتون وحطيت التوم، طلع ريحته، نزلت بزازه الكاتشب ومعلقتين كبار مستردة. بس كده جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها البوتيتا، وحطيت فيها بابريكا وبهارات، سبع بهارات، وحطيت فيها البصل، وبدات ان انا ادعكتهم بايدي كده زي ما انتوا شايفهم دلوقتي، تمام؟ اتحطوا كده واتدعكوا كلهم مع بعض، بابريكا، بصل بودره، البهارات، سبع بهارات برضو عملتها معاكم قبل كده، اتمنى ترجعوا لها. ورصيت عليها الدجاج من فوق، وسقيتها بكوبايه كبيره قوي كده شوربه، من الشوربه اللي اتسلقت بيها الدجاج. بعد كده وزعت كده فيها فلفل الحامي، ورون الفلفل الحامي، تقدر تستغني عنها، ما بيشبيه مش حامي على فكره، بس بيطعمها. وجبت بقى ايه الكاتشب اللي احنا ضرب اللي خلطناه على النار، وحطيته كده عليها. يبقى حطينا زيت الزيتون، حطينا عليه توم، مش عارفه الفقره دي راحت فين، زيت زيتون. بعدين نزلنا بنص ازازه كاتشب، مش ازازه كامله، نص ازازه كاتشب، معلقتين معجون، توم، بس كده. ودخلتها الفرن على الصاجه اللي من تحت اول حاجه لمده نص ساعه او ساعه، تاخد ودتي مع نفسها كده واستوت. بعدين ولعت الشوايه، وانا بقى بتستوي حطيت الشعريه احمرها في معلقتين سمنه كده حلوين، وملح، ملح عشان انا بحب احمر كل حاجه بملح، بيطلع لون الحاجه ذهبي وجميله. بعد كده نزلت بالرز بكوبايه كبيره من الرز، يعني كوبايه كبيره شعريه عليها كوبايه رز. وبعد كده حطيت الرز وسخنته سخن، بعدين نزلت بايه بكوبايتين الميه، ظبطت ملحي واستوت وحطيت عليها النار. دي صينيه البوتيتا بتاعتي، تقبل تقبل تقبل، لو مش عايزينها متحمصه قوي براحتكم، انا بحبها متحمصه. هنا بقى وانا واقفه بعمل الحاجات دي جالي خبر ايه، الله يرحمه سمير غانم، الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له يا رب، ويصبر اهله يا رب، اللهم امين، ويرحم امي وابويا وكل الاموات يا رب، ويصبر قلبكم يا حبايبي.
جبت كده البوله بتاعتي وحطيت فيها الايه الحاجه اللي انا كنت جايباها معايا الظهر وانا راجعه على البيت، وايه ورصيتهم كده في الطبق ده وخليتهم على جنب. كانت السمبوسه بتاعتي والبكيري خلصت. انتوا عارفين اللي بيتابعني هيقول لي يا مي بتعمل ايه سمبوسه؟ احنا يا جماعه بيتنا السمبوسه ده شيء اساسي اساسي في يوميا، لازم سمبوسه. دي اذا ما كانتش موجوده على الفطار وعلى التقديمات ما ينفعش، سمبوسه بالكيري. هنا بيجي مع البتاع ديت صوص كده، وحطيتهم الصوصين دول حطيتهم في بولتين كده وخليتهم جنبها، مش حلو بس يعني حطيتهم جاي معاها حطيتهم بس كده يا بنات. هو ده كده اليوم، يوم كله مطبخ وشقه وتعب. ولو انت بقى بتروحي مكتبك ولا شغلك ولا، النهارده كان مجهد، انا ما بروحش كتير بس ايه في رمضان بس ايه كان مجهد عندي. المهم يا بنات ايه بقى، خلصت كده كنت انا اصلا محضره الترابيزه اللي بنقعد ناكل عليها، المعالق والشوك والسكاكين والسلطه من بدري، ما بحطلهاش ملح الا وقت الفطار، والمخلل اللي لازم ده يتحط في كل بيت سواء بيت مصري اي بيت، لازم في الوطن العربي كله لازم طبق الترش يتحط. جبت بقى هنا السمبوسه وتك تك 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 ايه، بدات ان انا ايه احشي واحمر على طول، يعني الزيت على النار بحمر وبحشي سمبوسه كده. جربوها يا بنات بالجبنه الكيري فظيعه. ويا سلام بقى لما تحمريها، بعد ما تحمريها تحطيها في الطبق وتحطي عليها شويه من حبه البركه او السمسم المحمص. يا خراب يا نهاري بجد، يا نهاري يا نهار، انا بنهار يا جماعه، انا بنهار وضربت. والنبي ما حدش يعرف حد جاي من مصر، الله يبارك لكم، لو حد يعرف حد جاي من مصر يقول لي، لحسن ده انا خلاص بنهار، لازم اخد حبوب تلمني شويه. طيب دلوقتي حطيت حليب، لتر الا ربع حليب، لتر الا ربع حليب، هقول لكم ليه، وعليه باكيتين من الجمر. ودلوقتي حطيت نص علبه من الكارنيشن. يا خرابي على الحليب، الكريم كراميل بالكارنيشن تحفه، وبيدي له مذاق جميل وبيدي له سماكه حلوه لما تيجي تقطعيها كده، تيجي تقطعي القطعه كده تلاقيها رهيبه. حطيت الكراميل من تحت ووزعت الصحون عليه وبس، وزعت دي الاربعه الكبار لينا، وحطيت لي ايه شويه دول في علب صغيره عشان يطلعوا لصاحبنا صبحهم. صينيه الدجاج بتاعتي خلاص استوت، حطيت على وشها شويه كاتشب تانية وبس. طبعا بيني وبينكم حطيت كاتشب لانها اتلسعت مني فقلت داريها. بس اقول لكم بقى على حاجه، اللسعه خطيره خطيره خطيره، انا مش عارفه ايه حكايتي يا جماعه، بطي يتلسع مني، كل حاجه تتلسع مني، وبالاخير انا بقول احب الحاجات دي كده. المهم ما علينا، كده خلصت الاكل بتاعي. هنا بقى ده الطبق ده اللي بقول لكم لازم يطلع من بيتكم يوميا من كل حاجه. كنت محمره في التقديمات شويه كبيبه وكفته وحاجات اللي انا كنت عاملاها امبارح قبل كده وحطها في الفريزر، حمرت منهم كام واحده مع ايه رز مع قطع دياي. الطبق ده في بيتك يطلع يوميا يوميا من نصيب بيتك بس كده. وده كان فطار. اللهم بارك، اللهم بارك. البوتيتا ازاي مهريه مع البصل والتوميتا، طيب التقديمات بقى كانت النهارده الحلقه ما اقولكمش، كان بارد تحفه تحفه، والسمبوسه جميله، وديت جلاب جامون قبل كده انا عملت معاكم الجلاب جامون الجلاب جامون، والقهوه النهارده كانت مظبوطه ولونها كان جميل. انا بحب القهوه الملكيه يا بنات، عايزه تظبطي القهوه بتاعتك هتحطي على اللي هي بتاعه الحليب، في بتاعه الحليب اللي هي لتر ونص، هتحطي بياله كامله ونص من القهوه العربيه البودره خطيره، وتسيبيها على نار هاديه لمده نص ساعه تستوي تستوي وتتخضر وتتقل وتبقى جميله كده، تطلع ده الجلاب جامون بس كده. بعد كده تحطيها في المطار وتقفلي عليها تكبسيها على طول. بصوا الجلاب جامون خطير خطير خطير، ارجعوا له يا جماعه وشوفوا القصه بتاعته هتعجبكم ان شاء الله. وبس هنا بقى عاوز اقول لكم بقى على حاجه، انا كنت بستعمل جوز هند، النوع اللي في وشي اجيبه، باكيت الازرق الباكيت الاخضر اي باكيت في وشي الساده اللي بيتعبى بالكيلو، خلي كل ده بقى عنك. بعد ما دقت الحلوى رحت قايمه على المطبخ جبت الكيس قلت الا اوريه لكم، رهيب يا بنات رهيب. بصوا بتقرمش كده، عارفين جوز هند، الجوز هند بيقرمش، خطير خطير خطير، رهيبه رهيبه رهيبه، من بياره، بيارة أصلا منتج إماراتي يا حلو الإمارات، أنا أموت عليها أصلا، ده منتج إماراتي تحفة. الجوز هند تحسي كأن فريش، أصلا منتجات بيارة كلها منتجات طبيعية حلوة ونطعة كده وجميلة ومعبقة بطريقة حلوة، ففعلا خطير خطير خطير، جربوا كده.
وطبعا كوبايه النسكافيه بتاعتي اللي قلت لكم لو الدنيا كلها تتطربق فوق وتحت لازم اخدها بعد الفطار وبعد صلاه التراويح. يعني بصوا على الراحه كده لازم اشربها. بعد ما بشربها بقعد بقى اعمل ايتسينج. ايوه انا استاذه ان انا اوسخ التشوله بعد ما تنضف عادي. هو ده انا. بصوا لازم اوسخ الدنيا. هي اصلا عايزه تدعك كويس. ده مش مهدعوكه حلو بس كده. وكده خلاص خلص يومنا. احتمال انزل معاكم هنا يا اما سحور يا اما نختم كده. وهنا اقول لكم مع السلامه. نتقابل فيديو جديد. عاوزاكم تاخدوا الفيديو تشاركوه مع اصدقائكم اذا انتوا حابين الروتينات بتاعتي وان انا استمر معاكم. اكتبوا لي علشان استمر معاكم في الروتينات. اذا انتوا مش حابين اذا انتوا مش حابين الروتينات قولوا لي برضو علشان ما اقعدش اتعب نفسي فيها. لو انتوا بتحبوني اعملوا دعوه من قلب الام بالرحمه والمغفره. ما تنسونيش باللايك والشير. والسلام عليكم. اخد النسكافيه بتاعي واكل قطعه من الشوكليت. مش هاكلها كلها، هاخد حته وهاخد قطعه واحده من الرش من الرافاييلو اللي عملناها. وهقعد اقرا في المصحف. قولوا لي انتوا وصلتوا للجزء كام. يلا يا بنات اتشجعوا خلاص، مبقاش في وقت. يلا 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 يا بنات. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. اتمنى دعوه من قلب الام وكل الاموات. وكمان ما تنسوش تثبتوا وجودكم بالتعليق لان بجد بيسعدني ويشجعني ان استمر. خدوا الفيديو وشاركوه مع كل اصدقائكم وانتظروني باحلى وصفات العيد باذن الرحمن.